الو يا حاج رمزي، حته جاهزه؟ طيب تمام، طيب تمام، زي ما اتفقنا ان شاء الله التسليم بكره الساعه 6 الصبح على طريق اسكندريه الصحراوي. تمام. لا طول، اول ما انت توصل انت عارف تستلم الفلوس في الشنطه وتسلمنا الحته. تمام، مع السلامه حبيبي. طبعا دي مكالمه بسيطه بين الحاج رمزي اللي هو حرامي أسار وبين حرامي أسار تاني. طبعا بيتكلموا على ميعاد تسليم حتة الأسار، وأول ما يستلم حتة الأسار المعلم التاني ويديها للخواجة كده هيسلموا إيه الفلوس الحج رمزي. بعد ما الحج رمزي هيستلم الفلوس، يا ترى هيوديها فين الحج رمزي؟ دي طبعا فلوس أسار، يعني فلوس قذرة، فلوس غير مشروعة. هيودي فين الفلوس دي؟ طبعا هو هيعمل ايه؟ عمره ما يروح يوديها البنك، مثلا نعتبر ان دول 10 مليون جنيه، مش هيروح يوديهم البنك، البنك هيقول له ما اين لك هذا؟ منين الفلوس دي؟ وهيروح في ابو حديد، لا يحصل الفلوس ولا يحصل نفسه حتى. هيقضي حياته كلها في السجن. فيعمل ايه؟ يقسم الفلوس دي اجزاء 100,000 200,000 200,000 ويودعهم في حسابات مختلفة في بنوك مختلفة. في اللي باسمه، في اللي باسم مراته، اللي باسم اخوه، اللي باسم صاحبه، اللي باسم الناس اللي معاه دي. بعد كده هيجي ساحب الفلوس دي تاني واحده واحده ويدخلها مثلا في عقار، يشتري شقه. الشقه دي مثلا ثمنها 100,000 جنيه او نص مليون جنيه. هيسجل الشقه دي بدل ما هي ثمنها بنص مليون جنيه، يسجلها في العقد انها بمليون او باثنين مليون جنيه. والعقد رسمي والورق تمام التمام وكل حاجه حلوه. تمام؟ دي باختصار عمليه غسيل الاموال، ازاي تحول اموال قذره يعني جاي من مصادر غير مشروعه زي اثار مخدرات، اعاذنا الله واياكم، دعاره، اموال زي كده يعني، يحولها الى اموال نظيفه. بالطريقه هذه يحولها الى اموال نظيفه. في طرق ثانيه برضه ممكن يمسك الفلوس دي ويحولها الى يورو مثلا، ويحولها على بنك في سويسرا، او يحولها على بنك في سنغافوره. وبالذات طبعا الدول دي البنوك بتاعتها الحسابات بتاعتها سريه، وممكن يحولها على اي دوله اوروبيه عادي، بس خاصه مثلا دوله زي سويسرا ما فيش مراقبات على الحسابات بتاعتها، اقصد يعني في سريه تامه في الحسابات بتاعتها وكده. ويقدر بعدين يمسك الفلوس دي من بنك في سويسرا يحولها على بنك في بلجيكا، يحولها طبعا مش مره واحده، يحولها على كذا تحويله ويرجعها تاني على مصر، لانه هو مثلا في مصر او على اي دوله وكده. هو عمل عمليه غسيل للاموال دي. تمام؟ طبعا تروح الحكومه تتبع الفلوس بتاعته، هيلاقوا والله ان الراجل ده الفلوس بتاعته جايه من تجاره العقارات، وكانت في الاول في البنك باسمه مجموعة منها، والمجموعة الثانية كانت باسم حد ثاني. يعني هيتبع فلوسه مش هيقدر يمسكوا عليه أي حاجة، فلوسه كده شرعية 100% في وجهة نظر القانون. طيب هل موضوع غسيل الأموال ده يعني في منه ضرر على الدولة من الناحية الأمنية أو من الناحية الاجتماعية أو من ناحية اقتصاد الدولة حتى؟ طبعا في ضرر لما هو مثلا يطلع عملات كتير بره البلد أجنبية زي كده، هيحصل نقص العملة الصعبة في البلد، وده بيأثر على اقتصاد البلد. لما هو مثلا يشتري حتة الشقة اللي هي بنص مليون يشتريها بمليون أو 2 مليون أو 5 أو 10 مليون. طبعا هيحصل إنه في سوق العقارات هيكون في فلوس كتير، لكن العمليات أو الشغل نفسه مش كتير. يعني الفلوس مش قد الشغل أو مش قد العقارات، فبالتالي يحصل حاجة اسمها التضخم اللي هي الانفليشن. التضخم ده معناه انه في فلوس كتير موجوده في البلد بس ما فيش مقابل ليها حجم اعمال او شغل كتير في البلد. اللي يحصل ان العمله هتفقد قيمتها، ممكن مثلا تروح تشتري لك فرخه من بتاع الفراخ تاخد لك مثلا شويه فلوس عشان تجيب الفرخه دي او حاجه، نتيجه عمليه الانفليشن او عمليه التضخم اللي هي حاصله. برضه لما الناس هتلاقي واحد عمل عمليه غسيل الاموال دي ونجح فيها وعدى بسلام، كتير هيقلده، وبالتالي بيزيد العمليات الاجراميه في البلد. طبعا الفلوس دي هتروح فين؟
هتتمول بها جماعات إرهابية، هتروح في أي حورات زي كده. ده كان موجز بسيط عن موضوع غسيل الأموال. يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو، ودعمونا إن شاء الله باشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.